باي 3 2 1 بلاي. من بين آلاف المقطوعات الصوتية هناك واحدة فقط تناسب الكلمات وتنسجم مع الخبر، وعليهم اختيارها كي تكتمل الصورة. يعمل طاقم مكتمل قادم من بلدان مختلفة على جعل الشاشة أوضح والرؤية أدق. انتموا جميعا إلى أوجه فنية متعددة قبل أن تجمعهم بالقيس ميديا لتصبح مسارهم الجديد وطريقتهم في العمل، يمزجون فيها تجاربهم وخبراتهم. يعمل في القناة عدد كبير من جنسيات مختلفة، هذا الأمر بالنسبة لنا كان عامل تحدي وإيجابي في نفس الوقت. يتولى قسم الجرافيك إعداد الخرائط وتبيين كل مناطق الأحداث وطرق سيرها، كما يعدون الأشكال الفنية ليبدو كل قالب مختلفاً عن الآخر دون أن يتباين عنه. إنهم دائماً يبحثون في اكتمال الصورة، كما يسعى قسم المونتاج على مزج الأصوات مع الصور وتنقية ما يأتي من الميدان. كل تلك الجهود تلتقي هنا في الكنترول، وهنا أيضاً يتواجد من عليهم جعل كل شيء في مكانه الصحيح. في ظل الظروف الراهنة ومنذ 3 سنوات نقوم بتسخير أحدث التقنيات لدعم ومساندة طاقم بلقيس على مدار ساعة. تمزج العديد من الآلات بين الأصوات والصور والكلمات ليصبح كل شيء جاهزاً للعرض. وهنا حيث لا مجال للأخطاء، يحرص العاملون كل لحظة على لفت انتباه الجمهور والتذكر دائماً أنك لست وحدك في الفضاء. 3 yıl önce Yemen için başladığımız bu özverili yolda ilk günkü gibi aynı heyecanları yaşamak bizleri çok mutlu etmektedir. لقد تم تجهيز كل تفاصيل الاستديو. لكل برنامج لونه وشخصيته وموسيقاه وضوءه. تطلب ذلك وقتاً وجهداً للوصول إلى الشكل الأخير وإلى الشاشة الكبيرة، وإلى المواءمة بين البرنامج والخبر في قناة إخبارية في الأساس، وهو ما يجعلها تقف بحذر وتختار بعناية. قبل أن تمثل الصورة أمام المشاهد، يتولى قسم خاص البث ومهام الإرسال والتدقيق في جعل الشكل النهائي مطابقاً لما كان قبل سنوات مجرد أفكار في أوراق ووثائق من أرادوا لبلقيس أن تصل إلى أعين وقلوب الملايين، وأن تكون صوتهم الواضح المعبر عن تطلعاتهم والموثقة لكل محنة مروا بها. وحتى لا يتم كل شيء بالظل، بحثت بلقيس عن الكلمة والضوء والصوت واللون لتبدو الشاشة بلقيس.